أهلا، برج السرطان في قناتي. راح نشوف شوية توقعاتك العاطفية. القراءة مثل دائما راح تكون البرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني للأبراج اللي عم بتتابع لبرج السرطان، ممكن تشوف إنه بعض الأشياء اللي بيحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا خذ من الفيديو دائما الاشياء اللي ممكن تستفيد انت منها، واترك الباقي. ممكن يكون في بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن انت تستفيد منه، فخذ هاد واترك الاشياء الاخرى. رح نبلش بطاقتك أول، بعدين رح نشوف طاقة الشريك، خطواتكم في المستقبل، وشو رح يكون مصير العلاقة بينكم. طيب رح نبلش بكروت النصيحة أول لبرج السرطان. بدك انت حاليا عم تمر بموقف او وضع، بدك تكون صبور اكتر مع الموقف، او بدك تكون صبور اكتر مع الشخص اللي انت عم تتعامل معه. ايضا برج السرطان انت بتخبي مشاعرك واللي بتحسه كتير، فبكروت النصيحة بتحكي لك انه خليك اوثنتك، خليك مثل ما انت، حاول انه تظهر مشاعرك الحقيقية لهالشخص، لانه ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون مش سريع بلقط الاشارات منك او بفهم التلميحات اللي بتعطيله. في عندك بدك تحاول تكون منصف اكتر مع الوضع، لأنه في عندك 6 of abundance, 6 of emotion. رقم 6 عادة بيكون بيحكي على التوازن بالتاروت. فبالنسبة لكروت النصيحة بتحكي لك أنه الأفضل أنه تخلي الوضع في شوي توازن. حاول تفهم منظور الشخص الآخر للعلاقة وفكرة الشخص الآخر للعلاقة، ومش كتير بس تركز على انت شو بتحس، مشاعرك انت، وبشو انت انجرحت، بدون ما يكون في عندك مفهوم الا نظرة الشخص الاخر. يعني حاول تحط حالك في مطرح الشخص الاخر. طيب عم شوفك ايضا رافض فكرة الحب حاليا، أو مش عم تسمح لشخص في عنده عروض حب أو بده يقدم لك عروض حب، مش عم تسمح لهالشخص بالاقتراب. والسبب إنه أنت عم تبحث على إشي جدي، ما عم شوفك عم تبحث على إشي عابر، لأنه أنت بتطمح إلى soul connection، إلى رابطة تكون قوية. مشوفك كتير مركز على الوضع العاطفي، ولكن محبط من الوضع العاطفي اللي انت فيه، لانه 4 of cups تحكي عن rejection او رفض لاشي معين. فممكن تحس انه انت مرفوض من الناحية العاطفية، او تحس الطرف اللي انت عم تتعامل معه مش عم يفهمك تماما من الناحية العاطفية. ممكن أيضا تكون عم تتعامل مع برج هوائي، برج ناري، أو برج الميزان، برج الجوزاء أيضا عندك. غير هيك ممكن يكون أي برج تاني، ولكن الطاقة، طاقة الحبيب أو طاقة الشريك شوي متهورة. الشخص اللي انت عم تتعامل معه شخص متسرع، شخص أيضا إذا كان برج ناري الشخص اللي عم تتعامل معه،
بشوفه متسرع كتير بالحكي، ما بيفكر قبل ما بيحكي. وإذا كان عم تتعامل مع برج هوائي، الشخص غير قادر أيضا على إنه يحقق التوازن، بغض النظر عن الفكرة اللي بيعطيها لإلك أو أنت كيف بتشوف هالشخص من برا، إلى إنه شخص أنت بتحس إنه مش متقلب المزاج ولكن مختلف الآراء. يعني يوم ممكن يكون بيقدم لك عروض حب وإشي مثل هيك، ويوم آخر ممكن يكون منطوي على حاله أكتر. فأنت عم تشوف إنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص. هلا ممكن يكون هو عم يحاول إنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول إنه يكون متوازن، ولكن أنت على الصعيد العاطفي عم تحس إنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص، أو أنت عندك مشاعر تعطيها أكتر من هالشخص. بالنسبة لخطوتك في المستقبل، عم شوفك عم تحاول، في عندك كتير ستات، وفي عندك justice card، the lovers، في عندك كتير كروت بترمز إلى إنه أنت عم تبحث عن التوازن، أو أنت أو الطرف الآخر محطوط بمطرح إنه في عندك لازم تختار بين شيئين. وعم شوف انتو طاقتكم المشتركة حاليا، عم الامور بينكم stagnant او متوقفة، او ما في حكي، ما في حركة بالعلاقة، ما في انرجي او طاقة عم تتحرك. انت خطوتك بالمستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة، ممكن تكون مع هالشخص، ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر، أو حتى سينجل، أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة إن البعض منكم، لأنه أنت عم تبحث عن التمبرنس، عم تبحث عن الشفاء، عم تبحث إنك تداوي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه. عم تبحث أيضا على علاقة يكون فيها التوازن بالأخذ والعطاء، ولكن عم شوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة، عن طاقتك الحالية. حاليا انت ممكن تكون بوضع شوي محبط عاطفيا، ولكن في المستقبل في عندك optimism او عندك تفاؤل اكتر، او نظرتك رح تكون ايجابية اكتر. فحتى ممكن تمر بمرحلة مثل التنوير بحياتك، أو بالفترة القادمة رح تمر بمرحلة من التنوير. عم شوفك أيضا عم تحاول تاخد الأمور ببساطة بالمستقبل، رح تحاول تكون دبلوماسي أكتر، أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكثر. أيضا عم شوفك يعني عم تتركها تيجي مثل ما تيجي. بالنسبة لخطوات حبيبك بالمستقبل، حبيبك في عنده شغل كتير، أو الشخص اللي عم تتعامل معه في عنده شغل كتير soul work، أو شغل روحاني على حاله، لأنه هالشخص متناقض جداً بنفسه من جوا، متناقض، عم يمر بكونفليكت او عم يمر بصراع داخلي، ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاته معك، لانه هو عم يحاول يجمع اكبر قدر من المعلومات اللي ممكن
ساعده في اختيار قرار يكون عادل. هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حاليا، هو يعني مش نيته انه يكون متقلب المزاج، ولكن هو من جوا بيحتاج الى الشغل، بيحتاج الى جلسة مع الذات مثل ما بنحكي، لحتى يفهم هو وضعه شو، هو شو بيريد، ولحتى يعرف يحل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه، مشان ما يعكس هالإشي على العلاقة. ولكن عم شوفكم انتو في المستقبل، يعني عم شوف انت الشخص اللي مشاعرك اكبر بالعلاقة من هو شخص ممكن يكون بالغالبية برجه هوائي، لانه شخص بيحب يحلل الامور بطريقة منطقية، ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم او اكتر مما برج السرطان بيحب. ممكن انت بدك منه ردة فعل من الناحية العاطفية، عم شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروته منتل أو عقلية، فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية، وكأنه يعني عم يحل مسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شيء معين. بعكسك أنت قراراتك اللي بتاخدها وبتكون مبنية على عواطف، على انت شو بتحس من جوا. ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بها الطريقة. عم شوف أيضا طاقتكم المشتركة فيه رح يكون في هدوء بينكم، مش رح يكون في حاكي كتير، في الطاقة بينكم ستاجننت، ولكن عم شوف انه هو اللي اكتر بيحاول يتقص عن اخبارك او يعرف معلومات عنك اكتر منك انت. عم شوفك انت مركز على روحانيتك اكتر، على حالك اكتر، على شغلك اكتر، يعني على تطوير ذاتك اكتر من ما هالشخص مركز على انه يفهمك اكتر او يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك. بدنا نسحب كروت توضيحية نشوف هالشخص شو هو الاشي اللي هو بصراع بأمره. ممكن يكون شخصين، ممكن يكون علاقتك انت معه وطبيعة شغله أو اشي مثل هيك، بس بدنا نوضح شو هو الشيء اللي هو من جوا داخليا عم يمر بالصراع من أجله. طيب، فهالشخص حاليا بفترة أو بده يدخل بفترة هدنة، أو عم يبحث على نوع من الخلاء أو العزلة لحتى يفهم وضعه أكتر، ولكن الشخص هيدا متناقض بجوا حاله، او الشيء اللي هو يعني مضايقه او مش عارف يوجد له الحل، هو انه عم بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره، او عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها. فبالغالبية البرج اللي أنت عم تتعامل معه برج هوائي، لأنه يعني المشاعر عادة ما بتتحلل، ما بتنفهم، هي بتنحس فقط، ولكن هالشخص عم يحاول أنه يفسرها، أنه ليش أنا عم حس هيك، ليش عم حس أنه هالشخص هو شريك حياتي، هالشخص هو سول ميت، ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن
يعني مسبب له صراع داخلي أكثر من ما هو خارجي. هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس، بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر. هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن، شخص كتير مش إكستريم أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة، ولكن من جوا مشاعره فياضة، ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها. طيب بدنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير في بينكم تواصل، لأنه بين الوضع للغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء، ما عم شوف فيه مشاحنات أو في مشاكل صارت بينكم، ولكن في انقطاع بالتواصل. فبدنا نشوف هل رح يصير في تواصل بينكم. انتو الاثنين بالمستقبل رح توصلوا الى، في عندكم شغل رح يصير بالمستقبل، شغل بالعلاقة وبالاستمرارية العلاقة وبالارتباط بالعلاقة. عم شوف ايضا في طرف منكم، اذا كان في بينكم صراع على السلطة بالسابق، في طرف منكم هو اللي رح ياخذ زمام الامور بالعلاقة. ما بعرف مين رح يكون الطرف، ولكن في طرف رح ياخذ هو زمام الامور بالعلاقة، وعم شوف في مجهود رح ينحط كتير عالي. وبرغم انه هالكرت بيرمز احيانا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي انت بدك اياها، ولكن المجهود اللي رح ينحط، يعني الوضع هون بالمستقبل بيحكي انه بيتطلب منكم صبر كتير عالي. اذا انتو الاثنين عم تطمحوا الى تحقيق اسرة او الى تحقيق اساسات صالحة بحق هالعلاقة او اشي مستديم الى المستقبل، سواء كان علاقة جدية، سواء كان خطوبة، سواء كان زواج، ولكن عم شوف انه بالمستقبل النظرة بينكم متمركزة اكتر على الصورة الاكبر للعلاقة، مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير، ولكن هي على الصورة الأكبر. بالمستقبل في شغل كتير بينكم لازم يصير، عم شوف انه في مجهود عالي بده يصير من الطرفين، لانه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم، من الطرفين في مجهود عالي لازم يصير. ولكن مثل اي علاقة، يعني انك تبدأ علاقة شيء وانك تخلي العلاقة تدوم شيء اخر، فاي علاقة انت بتطمح الى انه تخليها الى المدى البعيد او الى انك تكون مستقبل مع هالشخص، لازم يكون فيها مجهود، ما بتكون عادة سموذ او الطريق ما بيكون عادة سهل. ولكن كلا الطرفين هون مستعد لانه يحط مجهود في العلاقة. طيب بتوقع هذا كل شيء ناقشناه، ما في اي شيء مش واضح، انه لانه حكينا هل رح يكون في تواصل بينك وبين هالشخص، مش واضح هون انه في كوميونيكيشن او تواصل حرفيا بينكم، ولكن عم شوف انه سواء حكيتوا مع بعض او ما حكيتوا مع بعض، عم شوف انه انت عم تشتغل على حالك وهو ايضا عم يشتغل على حاله بطريقة مختلفة، لانه انت عم تحاول تصلح من حالك يعني اشياء، وهو عم يحاول يصلح من حاله اشياء. انت عم تحاول تتشافى وتطور حالك، وهو عم يحاول انه يفهم مشاعره اكتر او يفهم
أو يستوعب إنه عادي يبين أو يظهر مشاعره، إنه شخص كتوم جدا الشخص اللي عم تتعامل معه. فعم أشوف إنه سواء حكيتوا مع بعض أو ما حكيتوا مع بعض، المجهود موجود هون، لأنه في عندكم مفهوم للصورة الأكبر اللي بدكم تحققوها مع بعض. بس هو حتى إذا ما صار في تواصل، في عندك هون 8 of wands، هالكرت بيحكي على تواصل سريع. فهالشخص ممكن الشيء اللي متناقض بأمره أيضا هو إنه بده يحكي معك، ولكن الأمور مش كتير بتسمح إنه هو يحكي معك، وهو متناقض وبده يعترف لك حتى بأنه يحبك أو في مشاعر تجاهك، ولكن صعب عليه أنه يعبر. فبتوقع هالشخص بيحتاج إلى أنه يوجد نوع من الشجاعة جواته، واللي هي مبين أنه رح توجد، لأنه The Emperor كارت ناري، طاقة كتير dominant، طاقة كتير مهيمنة. فعم شوف أنه هو في عنده زي يعني ستاند أو وقفة معينة أو موقف معين رح يأخذ من الوضع، بأنه هو اللي يتقدم ويحكي معك، بالذات لو أنت امرأة برج السرطان وهو رجل يعني. أوكي حبايبي برج السرطان، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.